فقرة طاجن العكاوي بالبصل وطاجن البامية بالدان. طيب يا ستي، الطاجن قدامك اهو. المستقبل قدام. ملحوظ؟ لا ده ملعلك كده. هتقابل واحدة ست هتغير حياتك. دي بصل. ايوه اصلها ست بنت بلد على ابوه. طيب بص يا ستي، انا راجل عادل وعاوز اجي معاكي سكه. وانا بموت في الراجل العادل. حلو ده. بص يا ستي، لا اتعادل وقول عايز ايه وخلصني. انا قصدي يعني يعني عمو عبد الله في حاجه مهمه. ايه في ايه؟ ايه ده انتوا بتعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ما بتعملش حاجه. ايه يا بت في ايه؟ قاعده برغنه وسعب فيها حاجه دي؟ انت ايه اللي دخلك من غير اذن؟ المركب اللي جايه من ايطاليا عليها الاستاذ منير. نعم الاستاذ منير ده رئيسك المباشر، تروح تبلغيه وهو يجي يقول لي في ايه. اتفضلي. ماشي. سلام عليكم. وعليكم السلام. اللي احنا كنا بنقول ايه؟ كنت بقول يعني لو تخش في الموضوع يا سي عبدو. هو موضوع يعني كنت عايز اقول يعني قول يا اخويا، انا مرارتي ضيقه ما تستحملش. لا الف سلامه على مرارتك. ايه رايك في ورقتين عرفي وتنوري شقه المهندسين؟ لا بطلته. هو ايه ده اللي بطلتيه؟ العرفي بيجيب مشاكل. حلو قوي، يغوروا الورقتين وبرضه تنوري شقه المهندسين. اصل انا يا اخويا ماليش في الشمال، ولو كان ليا في الشمال كان الحال بقى غير الحال. معطلكش. لا استني بس، رايحه فين؟ وحلها ازاي دي؟ تتحل بالمأذون والفرح على سنه الله ورسوله، وما تطبقش في الوجه كتير، مش كويسة عالكولون. فوتك بعافية يا سي عبدو. أنا ما كانش ليا تومية أبدا النهاردة مع الكرومب. مستر منير، في حاجة مهمة جدا عايزة أقولها لحضرتك. إيه الريحة دي؟ إيه يا أنسة؟ إيه؟ مش في باب بتخبطي عليه؟ معلش حضرتك، أصل الموضوع خطير، بس الريحة أخطر. إيه ده؟ وبعدين وش حضرتك أحمر كده ليه؟ مضغوط يا أنسة، مضغوط، ضغط الشغل عندي هيعمل انفجار. كان الله في العون يا فندم. خير؟ إيه الموضوع الخطير؟ أصل حضرتك وأنا بحضر الملف اللي حضرتك طلبته مني، لاحظت إن وزن الحمولة اللي هننقلها على المركب اللي جاية من إيطاليا أكبر من طاقة المركب نفسها، ده غير بقى إن الأرصاد محذرة إن الجو منقلب في المية، يعني لا قدر الله ممكن المركب تغرق بالبضاعة اللي فيها. لاحظتي؟ أنتِ هنا ما تلاحظيش يا نسا، أنتِ هنا تعملي اللي أقول لك عليه وبس. ودلوقتي يلا اتفضلي على مكتبك، جهزي الفايل اللي قلت لك عليه بسرعة، الناس جاية كمان نص ساعة. طيب حاضر. أرجوكي. أرجوكي. مستر منير، مستر منير. ايه ده؟ حاجة مهمة، ممكن حضرتك بس تكلم الناس بتوع الصيانة عشان التكييف عندي بينقط مية، وبعدين واضح إن المجاري ضربت هنا عند حضرتك في المكتب، ده ريحة طالعة لغاية برة. لا ايه ده؟ ايه ده؟ دي بتزيد بتزيد. يا ساتر يا رب. طب ركب شفاط يشفط. هركب هركب. يا عيني. أرجوكي. اتفضلي أرجوكي. ايه ده؟ واحد ما يعرفش يفرفش في مكتبه ابدا. استاذ منير، بقول لحضرتك العملاء وصل وعايز الملف ضروري. حاضر حاضر، قول له حاضر، قول له حاضر. يا رب انا مش عارف اشتغل، انا مش عارف اشتغل من البتاع ده، انا زهقت خلاص، مش عارف اشتغل. يا رب اعمل ايه؟
امي نجيب اخك. ويلكم تو ايجيبت. وي ويل ستارت 5 مينيتس اونلي. يو هاف كوفي؟ كوفي. يس. اوكي. مستر عبد الله. نعم. كويس ان هم قاموا. عايز اقول لسيادتك على حاجه قبل ما نبدا. دلوقتي الحموله وزنها اكبر من طاقه استيعاب الباخره، ودلوقتي الجو كمان مش مضمون. يعني لو حصل اي تقلبات في البحر لا قدر الله ممكن الباخره تغرق. اسمع منير. ايوه. احنا مالنا؟ مش اول مره تعمل الشغلانه ديت. وبعدين يا اخي فرق الوزن ماله مش كبير قوي للدرجه دي. ثم ما تنساش ان العملاء بتوعنا مالهم متعودين على ان مواعيدنا مظبوطه، مش عاوزين نخسر الميزه دي. ها؟ تمام. بلاش تتكلم عربي كتير لانه شكلهم ولاد قرود بيفهموا عربي كويس. اوكي. شوفي بس موضوع الملف اخلص حالا. ايوه. بلاش ايوه، بقول لك بيفهموا عربي. طبعا. ويلكم. شوفوا لي شريهان فين. ايه ده؟ ايه ده؟ مين دول؟ دول ولا اشرف والبنت نهى بيعملوا لنا خبياتهم. ولا شيل ايدك يلا. الشركة دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. ايجيب كوفي، في غامق فاتح. ما تشوف لنا يا ابني الملف، انا قررت خلص الانجليزي اللي اتعلمته كله. بص انت جوقته. خالتي. ايوه يا خالتي. عايزه ايه خالتي دلوقتي؟ كنت عايزه اقول لك على حاجه كده حصلت بيني وبين سعاد دلك. خير يا خالتي؟ خير خير، زي ما تقولي كده. في بيني وبين عبد الله وان شاء الله عن قريب هتسمعي اخبار حلوه قوي. انا قلت يا خالتي دخلتك على الراجل بالطواجن دي فيها ان عشان عمرنا ما شفنا منك طواجن ولا شمينا حتى ريحتها. صح؟ ايه يا بنت، ايه المشكله يعني حتى لو اتجوزت؟ لا لا يا خالتي مشكله طبعا. الناس دول هيفتكروا ان احنا داخلين على طمع. انا مش قلقانه من الراجل الطيب، انا قلقانه من بيته السماويه اللي عامله لنا فيها كل سابه دي هتقرفنا. انا ما لقحتش جدتي على حد، هو اللي عايز وهو اللي شاري. ايوه ايوه ايوه، تفضلي تقولي لي بصي بقى وهو اللي شاري وهو اللي مش عارف ايه. لا يا خالتي الموضوع ده مش هينفع، لازم لما اجي لك نقعد قعده ونعرف هنعمل ايه. فاكره عم محمد اللبان قعدتي تقولي لي بصي بقى وبيموت فيا ومش عارفه ايه، وكان عنده بنت سماويه وكانت مقرفه وهي اللي شلوحتني في الاخر. اه 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 مساء الخير يا عمو. مساء الخير يا حبيبي. شريهان ثواني، والملف يكون جاهز عند حضرتك. حالا الملف جاي يا فندم. ويلكم.